أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث الذي يناسب الأعياد مجملا وعيد الفطر خصوصا، ذلك الذي يتعلق بما ورد في الكتاب والسنة من ذكر كلمة العيد ومعطيات العيد والدلائل في كل عيد. لو سبرنا الكتاب الكريم رأينا أن من المحطات التي ركزت على كلمة العيد ومفهوم العيد ما ذكر في أواخر سورة المائدة، هذه السورة التي مسمات باسم المائدة لأن فيها ذكرا للمائدة السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الحواريين. اسمحوا لي إخواني أخواتي في هذا اليوم المبارك نتناول هذه الحوارية التي جرت بين عيسى المسيح وبين الدين وما أجابه وعلق عليه رب العالمين. إخوان التفتوا، نحاول في هذا اليوم المبارك أن نتناول محطة محطة في هذه الآيات المباركة. أولا، القرآن الكريم يقول عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا عبر عن الكلام الذي ألقي على الحواريين بالوحي؟ نحن نعلم أن الوحي خاص بالأنبياء والمرسلين، ولكن الحواريين لم يكونوا من الأنبياء ولا من المرسلين، بل قالوا كلمة. البعض من المفسرين عندما يصل لهذه الكلمة يقول: كيف صدر مثل هذا القول من هؤلاء الحواريين عندما قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك؟ على ظاهر الآية نعم، فيها ما فيها في هذا القول، فيه ما فيه من الغضاضة. كيف الذين تربوا على يد المسيح، هؤلاء اللصيقون به الحواريون، كيف قالوا: هل يستطيع ربك؟ ولهذا المسيح صلوات الله وسلامه عليه قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كأن في هذه الكلمة من المسيح كأن هناك نوع من أنواع الردع لهذا التعبير. طبعا هنالك من يؤول هذه الآية: هل يستطيع، أي هل من المصلحة أن يعمل ربك هذا العمل، أي إنزال المائدة. فإذا إخواني أخواتي، النقطة الأولى في حديثنا في هذا اليوم أنه ما معنى الوحي وإذ أوحيت إلى الحواريين؟ الجواب نعلم الجواب من خلال مراجعة المشابهات في القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم استعمل كلمة الوحي والإيحاء لغير الأنبياء. أولا، النحل، رب العالمين أوحى إلى النحل. ما مضمون هذا الوحي؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن النحل يوحى إليه. أم موسى ليست من الأنبياء والمرسلين، رب العالمين أوحى إلى أم موسى أن يجعل موسى في المهد في التابوت ثم تلقيه في اليم، إلى آخر القصة. إذن النحل يوحى إليه وهو حشرة، أم موسى يوحى إليها وهي امرأة، الحواريون يوحى إليهم وهم بشر ليسوا من الأنبياء،
ما هو الدرس العملي؟ المهم النكتة العملية، يعني المؤمن، بعض المؤمنين لا أقول الجميع، قد يصل إلى مرحلة من المراحل يتلقى العنايات الإلهية، هكذا نقول إجمالا دون تفاصيل، نقول هكذا المؤمن يلقى في روعه. اتقوا فراسة المؤمن، رب العالمين ينقش بعض الصور وبعض العلوم في نفوس المستعدين لذلك بحسب ما يراه من المصلحة، وقذف في قلوبهم الرعب. كيف يقذف الرعب في قلوب الفاسقين؟ ما المانع أن يلقي خلاف الرعب وهو الاطمئنان في نفوس المؤمنين؟ هذه محطة من محطات الحديث في هذه الآيات المباركة. المهم، هؤلاء الحواريون ما هو طلبهم؟ هؤلاء طلبوا أمرا غريبا، طلبوا من الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. المائدة طبعا عبارة عن ذاك الخوان الذي فيه الطعام، اللغة العربية لغة دقيقة. المائدة تستعمل للخوان الذي عليه الطعام. طلبوا مائدة سماوية، وهكذا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. إذن الهدف من هذا الطلب، الأكل من هذه المائدة، يقال أنهم طلبوا مائدة فأنزل الله عز وجل عليهم مائدة فيها السمك. المهم نأكل منها وتطمئن قلوبنا. إبراهيم الخليل أعلى درجة من الحواريين بما لا يقاس. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحواريون طلبوا من الله عز وجل إنزال مائدة تقوي قلوبهم على الإيمان. إخواني أخواتي، انظروا إلى أدب المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام. رفع هذا الطلب إلى السماء، ولكن بشيء من التحوير والتبديل. ما قال اللهم أنزل علينا مائدة لنأكل منها وتطمئن قلوبنا، قدم الطلب ولكن بشيء من التغيير. قال كلام المسيح صلوات الله عليه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ترزقنا. إذن هذه المائدة آية إلهية، آية سماوية، يعني هذه المائدة اجعلها علامة من علامات العناية الخاصة بهذه الأمة، بأمة المسيح عليه السلام. وارزقنا وأنت خير الرازقين، جعل الأكل من هذا الطعام، هذا الرزق، في مرحلة لاحقة. إذن هذا الطعام آية، علامة من علامات العناية الإلهية، وهذا أمر معنوي. ثم قال وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذن الحواريون قالوا لنأكل منها وتطمئن، جعلوا الطعام مقدما على اطمئنان القلب، والمسيح جعل اطمئنان القلب مقدما على الأكل وعلى الرزق. هذا أولا. وثانيا، المسيح صلوات الله وسلامه عليه قال تكون لنا عيدا. هذا الحديث كله بمناسبة تكون لنا عيدا. ما هو العيد؟ العيد في كل أمة هذه المسألة، وجود أيام خالدة في كل أمة أمر متعارف في كل الأمم. يقول المسيح صلوات الله عليه: ربنا أنت عندما تنزل علينا مائدة، هذا فخر، هذه كرامة، هذه عناية، يا رب نتخذ هذا اليوم عيدا لأولنا وآخرنا، يعني في كل
عام نتذكر فيه إنزال هذه المائدة نحتفل بذلك اليوم لأولنا وآخرنا. وقل اسمحوا لي إخواني أخواتي بكلمة الآن أقولها همسا أو جهرا، نزول المائدة من السماء مناسبة للاحتفال والعيد، فكيف بالنزول ما هو أعظم من المائدة؟ لو احتفلنا بميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه المائدة السماوية الكبرى، أعظم مائدة نزلت من السماء هذه المائدة، أولا يحق لنا أن نجعل هذا المولد عيدا لأولنا وآخرنا؟ نزول المائدة عيد، فكيف بنزول هذه المنة الإلهية الكبرى؟ هذا أجعله بين قوسين الذي يستنكر علينا الاحتفال بميلاد النبي، بميلاد وصيه، بميلاد سبطيه. نقول لهم المسيح يجعل نزول المائدة وفيها سمك، يجعل هذا عيدا وميلاد النبي وآله ألا يستحق أن يكون عيدا؟ المهم إخواني في ختام هذه الآيات وقفة مهمة مع هذه الجملة، كلامنا كله في جانب وهذه الكلمة في جانب، أي كلمة هذه؟ رب العالمين قال كلمة، من أراد أن يراجع تفصيل هذه الآيات فليراجع أواخر سورة المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا له من تهديد، يعني أيها الحواريون أنتم كان لكم إيمان قبل نزول المائدة، ولكن بعد نزول المائدة الحجة تمت، كنتم تأكلون مثلا من أسماك البحر، الآن السمكة تنزل من السماء، أنزل علينا مائدة، يعني إذا كفرتم بعد هذه المائدة، إذا كفرتم بالنعمة أعذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا التهديد لم يكن حصرا على الحواريين، أنا وأنت أيضا يشملني هذا التهديد، بأي بيان؟ بأي توجيه؟ الجواب هكذا من الممكن أن يقال: من شملته النفحات الإلهية في شهر رمضان المبارك، البعض فرح فخور بأنه أحيا ليلة القدر أحياء مناسبا، رق قلبه، جرت دمعته، ما يقال أحس بجو خاص. هذه أيضا مائدة سماوية نزلت عليك. يا من تذهب إلى العمرة والحج تقول في الطواف عشت مشاعر لا توصف، هذه مائدة نزلت عليك. تذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام تحت القبة السامية تعيش بعض المشاعر العالية، هذه مائدة سماوية نزلت عليك. إخواني أخواتي لنحذر المعصية بعد